السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في بداية قل الله وصلى على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. بدأت ايبك جيمز ولعبة فورتنايت بتوزيع الهدية المجانية اللي هي رأس الفطر. يقول لك لدى الرقيب وينتر هدية مهرجان شتاء أخرى لك، شكرا على صبرك خلال انقطاعات لعبتنا الأخيرة. أنا قلت لكم إن شاء الله إذا الهدية هذه نزلت حسوي لها مقطع صغير عشان تكون معلومية للكل. في مقطع السابق أنا قلت لكم إنه هذا الفأس حناخده من متجر العناصر، وهذا الشيء كان مذكور في الحساب الرسمي للعبة فورتنايت، بس شكلهم انهم غيروا الوضع، فدحين اي شخص يدخل ويشغل اللعبة حيحصل الفأس فوقه. بس في ملاحظة لازم تعرفوها، حسابي الثاني ما لقيت شغلته ما جاني الفأس، يعني ممكن ايش انت بعد ساعتين بعد 3 يعني طولة اليوم حيبدوا يوزعوا، يعني اذا انت شغلت اللعبة وما حصلت الفأس لا تقلق، حيجيك بعد ساعتين بعد 3 بعد 4 لانهم بيبدأوا يوزعوا الهدايا. فهمتوا كيف؟ كده وصلنا لنهاية مقطعنا، أتمنى أي شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الأيتم شوب X2X2، وأهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وإن شاء الله نتقابل في مقطع آخر، وفي أمان الله.